جسيم مستشار صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله أيده الدول الملكي العام الرضا الموضوع بقية ولاء وإخلاص سلام شان بوجود مولانا الإمام وبعد مناسبة اختتام أشغال جلسة المجلس الجامعي لعائلتك المعون العاقدة يوم 22 سبتمبر 2021 والمخصص لانتخاب رئيس المجلس الجامعي لعائلتك ونوابه وكاتب المجلس ونائبه يتشرف رئيس المجلس الجامعي لعائلتك أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس وسكان الجامعة كافة أن يلتمس من سيادتكم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السد العالي لله داعين لجلالة السعادة والتوفيق والصحة والعافية وطول العمر حتى يتحقق على يديه الكلمتين ما يصعو إليه الشعب الوفي المتبالي في حبه من رفاهية وتقدم سائلنا الله عز وجل أن يحفظه في وديعة الأمير الجليل مولاي الحسن بما حفظ به الذكر الحكيم ونصره النصر المبين وبرعاته يسد الخطوات ويحقق مسعاه وأن يحفظه في أخيه صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام على المقام العالي بالله تعالى وبركاته أنضاء خالد عتاب الشريفة رئيس مجلس الجامعة لعائلتك عسلام الدار. بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر جميع الأعضاء اللي صوتوا معنا وجميع الساكنة ديال عيناتيك وكنشكر السيد الباشا اللي قام الدور ديالو على تمن وكنشكر الصحافة وكنشكر جميع الساكنة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم معكم هشام حماموش الكاتب المحلي للاتحاد الدستوري بعيناتيك وعضو سابق بالمجلس الجماعي ديال عيناتيك. كيف ما كتعرفوا الظروف دازت على أحسن ما يرام، كنا درنا تغطية شاملة لعين عتيق وحرزنا على 15 مقعد. الحمد لله هذه أول مرة كتجرى في تاريخ عين عتيق أن حزب واحد كيدي 15 مقعد ككل، وكنا تحالفنا مع العدالة اللي مداو مقعدين اللي هي 17 والحمد لله انضموا لنا بعض الإخوان على قناعة. كيف ما شفتوا التصويت صوت 23 عضو على الرئيس وتصويت على الخلفان كان ما شفتوا صوتوا بالإجماع، يعني الحمد لله احنا ما عندنا لا معارضه لا اغلبيه في هذا المجلس الجامعي وقع واحد التغيير شامل وقع واحد الشبيب اللي فرحات له الساكنه فرحوا له المستشارين كاملين فرحوا له الكل. وكنطلبوا من الله احنا اللي وفقنا للخير نكون عندنا حسن ظن هذه الساكنه اللي فرحانه بينا. ومن هذا المنبر كنوجه الشكر لجميع الاعضاء باسم السيد الرئيس وجميع ساكنه عين عتيق ككل على هذه الحفاوه الاستقبال. هذا كما كتعرفوا هذا تشريف ماشي هذا تكليف ماشي تشريف، هذه مسؤوليه زادت على العاتق ديالنا وحنا ان شاء الله غنكونوا راهن الاشاره ديال الجميع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.